نتيجة للأوضاع الراهنة التي تشهدها مدينة حلب من غارات جوية مكثفة وقصف شديد وحصار مطبق، وحرصا على استمرار حصول الأفراد على الرعاية الصحية في ظل هذه الظروف الصعبة، استطاع الهلال الأحمر القطري منذ شهرين إعادة تأهيل وتشغيل مركز الصخور للرعاية الصحية الأولية بعد صيانته وترميمه. الهلال الأحمر القطري استلم المركز منذ حوالي شهر ونصف شهرين تقريبا، قاموا بأعمال الصيانة وترميم وقاموا بافتتاح عيادة الطب العام وعيادة الداخلية، العيادة العينية والنسائية والأطفال، وإن شاء الله مستقبلا حيتم افتتاح قسم غسيل الكلى. وطبعا الهلال الأحمر القطري مسؤول، يعني أيضا مسؤولين عن تزويدنا بالمستهلكات الطبية بالإضافة للأدوية. المركز يتألف من عيادة الطب العام والداخلية النسائية والأطفال والعينية، إضافة إلى العيادة السنية ومخبر تحاليل دموية وصيدلية مجانية. كما يتم العمل على إعادة تشغيل مركز غسيل الكلية لمرضى القصور الكلوي الحاد. وقد قدر عدد المراجعين في الربع الأول من الشهر الحالي ب 500 مراجع، كان منهم 96 طفلا، مع العلم أن أعداد المراجعين يرجح أن تصل إلى 120 مراجعا بشكل يومي. نتيجة الظروف الأمنية التي مرت بها مدينة حلب ونتيجة الغارات الجوية المكثفة على المدينة، تم استقبال عدد معين من المراجعين خلال 10 أيام الأولى، بلغ العدد حوالي 500 مراجع، منهم 96 طفلا، ومن المتوقع أن يصل عدد المراجعين إلى يوميا إلى 120 مراجع، أي ما يوازي 3600 مراجع شهريا. يذكر أن إنشاء مراكز الرعاية الصحية الأولية ودعمها هو من صلب وواجبات عمل الهلال الأحمر القطري، الذي يسعى دائما إلى تقديم يد العون والدعم من أجل تمكين القطاع الصحي ومساعدته على القيام بعمله من خلال تقديم الخدمة الصحية الملائمة.